السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مي محمد عبد اللطيف، محافظة الوادي الجديد، إدارة الخارجية التعليمية، مدرسة الشهيد سليمان محمد إسماعيل. هنكمل درسنا النهارده. إحنا خدنا المرة اللي فاتت، كان الدرس بتاعنا المرة اللي فاتت عن إيه يا أولاد؟ ها؟ عن الغلاف الجوي وطبقات الغلاف الإيه؟ الجوي. كده تعالوا نراجع مع بعض، بس من استخدام بنك المعرفة. تعالوا نبص مع بعض كده، نشوف فيديو صغير كده. دي مراجعة سريعة كده يا أولاد عن المرة اللي فاتت إحنا خدنا فيها إيه؟ عن طبقات الغلاف الجوي. هنيجي دلوقتي هنكمل الشغل بتاعنا، وهنكمل الدرس بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت. أخدنا المرة اللي فاتت فعلاً الواجب بتاعنا، تعالى نحله مع بعض. يقول لك يبلغ ارتفاع الغلاف الجوي كام فوق سطح البحر؟ يبلغ كام؟ ها؟ تمام، 1000 كيلو ايه؟ كيلومتر فوق سطح البحر. طب الضغط الجوي هو ايه؟ عمود من الهواء. ها؟ وزن. برافو، وزن عمود من الايه؟ وزن عمود من الهواء. من ساعه ما قطعه وقت المساحات، وطوله هو ايه؟ ارتفاع العمود، ارتفاع الغلاف الجوي، ارتفاع الغلاف الجوي. يقدر الضغط الجوي مع وحده تسمى ايه؟ قدر الوقت الجوي قلنا ايه؟ اسمها ايه؟ بار. تمام، اسمها ايه؟ بالبار. بتعادل كام ملي بار؟ ها؟ واحد من الف، او واحد من الف اهي، ملي ايه؟ ملي بار. عند سطح البحر كام ملي بار؟ ها؟ واحد من الف ملي ايه؟ ملي بار. تسمى طبقة الاستراتوسفير طبقة الغلاف الجوي الاوزوني. ليه يا اولاد اخذناها المره اللي فاتت؟ عشان بتحتوي على طبقه الاوزون، عشان موجوده فيها طبقه الايه؟ الاوزون، بتحمينا من اشعه الشمس البنفسجيه الضار. طب الميزوسفير ابرد الطبقات، بينما الثيرموسفير اسخن الطبقات، عشان الميزوسفير هي الطبقه الايه؟ اللي بتفصل ما بين الطبقات الاولانيه والطبقه الايه؟ الاخيره، ودرجه الحراره فيها بتوصل لكام؟ اقل من صفر درجه ايه؟ مئويه. بينما الثيرموسفير اسخن الطبقات. ليه؟ عشان درجه الحراره فيها 1200 درجه ايه؟ حراره. دي كان المفروض ان الواجب بتاع المره اللي فاتت، هناخد دلوقتي ونكمل الدرس بتاعنا. احنا خدنا الجزء اللي فات كان بنتكلم فيه عن طبقات الغلاف الجوي، اخدنا مقارنه ما بين السمك ما بينهم، واخدنا مقارنه ما بين درجه الحراره بتاعتها، واخدنا مقارنه ما بين تسميتهم. طبعا احنا عارفين ان كل طبقه بيكون لها ايه؟ اسم معين. فاول طبقه بالنسبه لنا اللي هناخد فيها دلوقتي الضغط الجوي بتاعها، اللي هي التروبوسفير، بيقول لك بيقل فيها الضغط الجوي كلما ارتفعنا الى اعلى. احنا اخذنا كده كل ما ارتفع الى اعلى بيقل الضغط الايه؟ الجوي، حتى يصل عند نهايتها الى كام؟ 100 ملي بار. 100 ملي ايه؟ بار، او ما يعادل 1/10 من الضغط الجوي الايه؟ المعتاد. الكلام ده امتى؟ في الضغط الجوي في طبقه التروبوسفير. كل ما اطلع لفوق يا اولاد بيقل الضغط الايه؟ الجوي. في نهايه الطبقه بيوصل ل 100 ملي بار. طبقة الاستراتوسفير نفس الكلام برضو، بيقل الضغط كلما ارتفعنا الى اعلى، بس يوصل لكام؟ في نهايتها بيوصل لواحد ملي بار. يعني هنا كانت 100، لكن لا، في الاستراتوسفير واحد ملي ايه؟ بار، بما يعادل 1/1000 من الضغط الايه؟ الجوي المعتاد. طب الطبقه الثالثه الميزو، يقل برضو الضغط كلما ارتفعنا الى اعلى، بس يصل الى كام؟ 1/100 من ملي بار، أو 1/10^5 من الضغط الجوي الإيه؟ المعتاد. يبقى هنا كان 100 ملي بار، وبعد كده في الاستراتوسفير 1 ملي بار، وبعد كده في طبقة الميزوسفير 1/100 ملي إيه؟ ملي بار. يعني كل ما مادم هو بإيه؟ بيقل شوية في القيمة بتاعته. طب طبقة الثيرموسفير ما كانش فيها ضغط الإيه؟ الجوي، أو القيمة بتاعتهم إحنا ما نعرفش إيه في الضغط الجوي بتاعتها. طب المميزات، هنلاقي ان طبقه التروبوسفير المره اللي فاتت سميناها الطبقه الايه؟ المضطربه. الطبقه الايه؟ المضطربه، فاكرين؟ قلنا عشان بيحدث فيها اغلب الظواهر الايه؟ الجويه. زي مين بقى؟ بيقول لك من مميزاتها ان بيحدث فيها جميع الظواهر الجويه كالامطار والرياح والسحب. يجي لك سؤال، علم ليه؟ ليه بيحدث فيها كده؟ لانها بتحتوي على حوالي 75% من كتله الغلاف الايه؟ الجوي. طب على كام؟ 75% من كتله الغلاف الجوي، عشان كده بيحدث فيها اغلب الظواهر الجويه. طبقه الاستروبوسفير بتعمل ايضا على تنظيم درجه حراره الارض. تنظيم درجه حراره الارض، ما احنا عارفين هي اول طبقه، هي اللي بتنظم لنا درجه حراره الارض. طب ليه؟
عشان بتحتوي على كام؟ 99% من بخار الماء. طبعا احنا عارفين ان بخار الماء بيتحول بعد كده لمطر، فالمطر هو اللي بينزل معانا ويتساقط، فهو ده اللي بيعمل تلطيف في الجو او تنظيم في درجه حراره الايه؟ الجو، عشان احتوائها على 99% من بخار الايه؟ الماء بتاع الهواء الجو. حركه الهواء فيها، ودي مهمه جدا، التروبوسفير حركتها راسيه، حركه الهواء ايه؟ راسيه، بتتصاعد التيارات الهوائيه الساخنه لاعلى وبتهبط التيارات البارده لايه؟ لاسفل، عشان كده بتعمل لنا عمليه تنظيم في درجه الحراره، ان الهواء الساخن بيطلع لفوق وتهبط لنا التيارات الايه؟ البارده لاسفل، عشان كده حركه الهواء فيها حركه راسيه. طاقة الاستراتوسفير بقى بتحتوي على معظم غاز اسمه الاوزون، غاز الايه؟ الاوزون، احنا قلنا انه بيحتوي على طبقة الايه؟ الاوزون، جوه طبقة الاوزون في عندنا غاز الاوزون اللي هو O3، طبعا ده في درس كامل هناخده مع بعض ان شاء الله المرة اللي جاية عن ايه طبقة الاوزون. O3 ده موجود بالغلاف الجوي على ارتفاع كام يا ولاد؟ يجي لك سؤال، ارتفاع بتاع طبقة الاوزون من 20 لكام؟ ل 40 كيلو متر فوق سطح الايه؟ البحر، فوق سطح البحر. من ضمن الحاجات المهمه جدا في طبقه الاستراتوسفير، بيفضل الطائرون التحليق بطائراتهم في الجزء السفلي منها. احنا عارفين اي طبقه في جزء سفلي وفي جزء فيها علوي. الجزء السفلي هو اللي الطائرون بيفضلوا ان هم ايه؟ يطيروا فيه. طب ليه؟ عشان انه لا يحتوي على غيوم او اي اضطرابات جويه، وحركه الهواء فيه افقيه. نقف على الحته دي مهمه، عشان السؤال ده مهم جدا. يقول لك ليه الطائرون بيحلقوا في الجزء السفلي؟ لو جالك سؤال وقال لك يفضل الطائرون التحليق بطائراتهم في طبقة الاستراتوسفير في الجزء العلوي، غلط، الجزء الايه؟ السفلي منها، الجزء الايه؟ السفلي. طب ليه؟ عشان المنطقة دي لا تحتوي على أي غيوم أو أي اضطرابات جوية زي الموجودة في الطبقة الأولى اللي هي التروبوسفير، التروبوسفير كلها ايه؟ اضطرابات جوية. حركة الهواء فيها أفقية، يعني تمشي بشكل إيه؟ أفقي، عشان طبعًا الطيارة تمشي، ولا تمشي لك رأسية يعني يطلع وتنزل الطيارة، مش هينفع، لكن تمشي في طريق إيه؟ أفقي. الميزوسفير بيطلق عليها طبقة مضطربة شديدة التخلخل، يعني هي طبقة بتكون مضطربة شديدة التخلخل، يعني مش مستقرة، فيها تخلخل كتير. طب ليه الميزوسفير؟ عشان بتحتوي على غازين، غاز الهيليوم وغاز الإيه؟ الهيدروجين. غاز الهيليوم وغاز الايه؟ الهيدروجين. طبعا احنا عارفين الهيليوم والهيدروجين دي من ضمن الغازات اللي بتكون كثافتها بتكون قليله، فبالتالي بتكون الطبقه مضطربه وفيها شديده الايه؟ التخلخل. طبقه الميزوسفير بتحتوي على الشهب، خدناها السنه اللي فاتت، الشهب. الشهب دي اللي هي حاجات ضوئيه كده بتنزل من فوق في السماء، اسمها ايه؟ الشهب، نتيجه ايه؟ احتكاكها بجزيئات الايه؟ الهوائيه. بيجي لك سؤال، ليه في طبقه الميزوسفير بتتكون فيها الشهب؟ عشان نتيجة احتكاكها بجزيئات الايه؟ الهواء، هو ده اللي بيعمل الشرس ده اللي هو مين؟ الشهب اللي بتنزل كده على كوكب الايه؟ الارض. الطاقة الأخيرة دي مهمة جدا، طاقة الثيرموسفير. بيطلق عليها اسم تاني اسمه الأيونوسفير. بصوا يا أولاد الأيونوسفير. أيونوسفير جاية من ايه؟ أيونات. أيونات يعني شحنات. يبقى علل، يطلق عليها اسم الأيونوسفير. ليه؟ عشان الجزء العلوي منها، الجزء العلوي منها بيحتوي على ايونات مشحونه، يحتوي على ايونات ايه؟ مشحون. يبقى طبقه الثيرموسفير هي الطبقه الحراريه، الطبقه دي بيطلق عليها اسم الايونوسفير. من اسمها ليه ايونوسفير؟ عشان بتحتوي على ايونات ايه؟ مشحونه. ايونات ايه؟ مشحونه في الجزء. ايضا ليها دور هام جدا في ايه؟ في الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي، يعني الاتصال اللاسلكي اللي هو بتاع اللي هو اللي بيكون معاهم لاسلكي، وبرده في البث الاذاعي اللي هو الراديو والكلام ده. اشمعنى ليه؟ ليه كده؟ عشان بتحكس عليها موجات الراديو اللي تبثها مراكز الاتصالات ومحطات الاذاعه. الطبقه دي مهمه جدا، طبقه الثيرموسفير، عشان فيها شحنات وفيها حاجات زي كده، لازم بيكون لها دور مهم جدا في الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي. طب ليه؟ عشان بتنعكس فيها موجات الراديو اللي بتبثها مراكز الاتصالات ومحطات الاذاعه. دي حته الجزء اللي جاي ده بيقول لك ايه بقى؟ مهم جدا. الايونوسفير اللي هي الطبقة النفسية، الجزء الموجود فيها اللي هي الأيونوسفير، بيكون محاط بحزامين مغناطيسيين، حزامين يا أولاد مغناطيسيين، بيعرفوا باسم حزامي فان ألين، فان إيه؟ ألين، الاسم صعب شوية بس قولوا معايا، فان ألين، قولوا كده معايا، فان ألين، فان ألين، بيقوم بإيه ده؟ ده دور مهم جدا، بيقوم بتشتيت الأشعاعات الكونية الضارة بعيدا عن الأرض. بيشتت اي اشعه كونيه ضاره هتيجي على الارض، هو بيعمل عمليه تشتيت. طب ليه؟ عشان هو حزامين مغناطيسيين، فالحزامين المغناطيسيين بيبعد اي اشعاعات كونيه ضاره
هتصيب الأرض ويبعدها بعيد. مجرد ما بيبعد الأشعة الكونية الضارة دي بتظهر ظاهرة اسمها ظاهرة الشفق القطبي، أو لها اسم تاني الأورورا. تاني كده اليونوسفير فيه حزامين مغناطيسيين، الحزامين دول اسمهم فان ألين. تمام، ايه دور؟ طبعا بيشتتوا الأشعة الكونية الضارة. اي اشعه كونيه من الكون جايه وضاره وهتضر الارض، لا هتعملها تشتيت، بس لما تتشتت بتظهر في صوره ظاهره جميله جدا اسمها ظاهره الشفق القطبي او ظاهره الايه الاورورا، وهوريها لكم برضو في فيديو دلوقتي. لو جينا كملنا وقلنا يعني ايه حزامي فان ألين، وبيجي لك ده ملي في الامتحانات ويقول لك ما الاهميه، هما حزامان مغناطيسيان بيحيطان بالايونوسفير ويقومان بتشتيت الاشعه الكونيه الضاره مهم جدا ان الحزامين دول بيقومون بتشتيت الاشعاعات الكونيه الضاره بعيدا عن الايه؟ عن الارض. طب ايه بقى الشفق القطبي بقى؟ الشفق نفسه ايه؟ بتظهر ازاي شكلها؟ ستائر بتكون ضوئيه ملونه ترى من القطبين الشمالي والجنوبي للارض. تاني كده، ستائر ضوئيه هتشوفوها دلوقتي يا اولاد جميله جدا. ستاره ضوئيه كلها لون بترى فين؟ عند القطبين بس، الجنوبي والقطب الايه؟ الشمالي، القطب الجنوبي والقطب الايه؟ الشمالي. في منطقة صغيرة كده في الآخر خالص، حتى خدناها المرة اللي فاتت لما قلنا بعد ما تخلص الثرموسفير في منطقة من بره كده، المنطقة دي اسمها الإكسوسفير. الإكسوسفير هي مش طبقة، منطقة اسمها الإكسوسفير، هي دي المنطقة اللي بيندمج فيها الغلاف الجوي. فاكرين الغلاف الجوي اللي احنا قلنا بيكون حوالين كوكب الأرض؟ احنا قلنا كوكب الأرض في حواليه هنا اللي هو الغلاف الجوي، المنطقة بقى دي الإكسوسفير اللي بتدمج فيها الغلاف الجوي مع الفضاء الايه؟ الخارجي، الفضاء الخارجي اللي بيسبح فيه الاقمار الصناعيه. يبقى الاقمار الصناعيه بتاعتنا النايل سات اللي احنا موجودين، او عرفسات، او الحاجات الموجوده في اللي هي الاقمار الصناعيه بتاعتنا، كل الاقمار دي موجوده في طبقه اللي اسمها الايه؟ الاكسوسفير، عشان المنطقه دي هي اللي بيحصل فيها اندماج الغلاف الجوي بالفضاء الايه؟ الخارجي، بالفضاء الخارجي. ايه اهميه منطقه الاكسوسفير؟ في اهميه منطقه الاكسوسفير في الصناعيه، وبتستخدم في الاتصالات والبث التلفزيوني عبر القارات والتعرف على الايه؟ الطقس. ليه طبعا؟ عشان دي اقمار صناعيه، واحنا عارفين الاقمار الصناعيه بيكون لها اكثر من دور، بث تلفزيوني، هتعرف على الطقس، هتشوف اتصالات، كل دوت موجود فين؟ في طبقه الاكسوسفير، عشان بتسبح فيها الاقمار الصناعيه اللي بتستخدم في الاتصالات والبث التلفزيوني عبر القارات والتعرف على الطقس. هنشوف دلوقتي مع بعض الطبقة نفسها، اللي هو أقصد هنشوف دلوقتي مع بعض في بنك المعرفة. هنشوف فيه ظاهرة الأورورا، نسمع مع بعض كده ونشوف مجالات زمان بتاع إيه فان ألين، ألوان جميلة إزاي عشان ظاهرة الأورورا يا أولاد، الشفق القطبي اسمها. تمام، دي اسمها ظاهرة الايه؟ الأورورا أو الشفق القطبي. زي ما شفنا حزامين فان ألين أول ما بيطلعوا على طول من بره في الجو، شفت المنظر بتاعها بيجي جاي، الأشعة الكونية بيحصل لها عملية تشتيت تنزل على الأرض، ونشوف بتتشاف بالمنظر ده. على فكرة بتتشاف كده اللي ساكنين عند القطبين الشمالي والجنوبي، في فيديوهات كتيرة على فكرة نازلة وجوه بنك المعرفة برضو بيوضح لك إن في فعلا الألوان اللي شايفاها دي مش رسومات، ده الحقيقة بتكون بنفس اللون ده، ستائر ضوئية. استعرض ايه بترى فين؟ عند القطبين الشمالي والايه؟ والجنوبي، اسمها ظاهره الأورورا او الشفق الايه؟ القطبي. هنكمل. المره اللي فاتت لما قلت لكم انا وشرحت لكم، قلت لكم المره اللي جايه هنرجع في مساله بتيجي دايما في الدرس ده، المسائل دي بتتكلم فيها عن اللي هي اللي بتكون درجه الحراره عند قمه الجبل او عند سطح الايه؟ الجبل، والارتفاع بتاعها. قبل ما ندخل في المسائل لازم نبقى عارفين قواعد اللي هنحل بيها المسائل. بصوا مع بعض كده ارشادات حل المسائل. لو انا عايزه اجيب مقدار الانخفاض، مقدار الانخفاض هضرب الارتفاع في 6.5. اشمعنى 6.5؟ اخذنا احنا المره اللي فاتت ان التروبوسفير كل ما يرتفع الى اعلى مقدار 6.5 ايه؟ درجه مئويه، فعشان كده مقدار الانخفاض بضرب الارتفاع في 6 وايه؟ 6.5. في بعد كده لو انا هجيب درجه الحراره عند قمه الجبل، ده بيكتبها في المسائل، عايزين درجه الحراره عند القمه اجيبها ازاي؟ هطرح يعني قمه بس ايه؟ هطرح، هطرح ايه من ايه؟ هطرح درجة الحرارة عند السفح، السفح يا اولاد اللي هو عند ايه؟ اسفل الجبل. لو بصينا كده مع بعض
ادي الجبل اللي فوق دي اسمها الايه؟ القمه. تمام، اما انزل كده همشي كده الجبل اهو اهو كده خلاص، شايفين الحته اللي تحت دي كده اسمه سفح الايه؟ الجبل. يبقى هنا القمه والسفح اللي هو الايه؟ اللي في الارض تحت، اللي هو الارض اللي اسفل الجبل خالص، دي اسمه ايه؟ السفح والقمه. القمه بجيبها ازاي؟ بجيب درجه الحراره اللي هي عندي واطرح منها مقدار الانخفاض اللي طلعته فوق في المساله. يبقى اجيب درجه الحراره عند السفح واطرح منها مقدار الايه؟ الانخفاض اللي هطلعه في الايه؟ في المساله. طب ودرجه الحراره عند السفح يبقى ازاي؟ العكس بقى، سفح اهو تحت بس يبقى جمع. هجمع مين؟ درجه الحراره عند القمه زائد مقدار الانخفاض زائد مقدار الايه؟ الانخفاض اللي جبته برضو بالقانون اللي فوق. تاني يا ولاد، يبقى القمه بضرب القمه بجمع ولا بطرح؟ ها؟ بطرح. عند السفح ها؟ بجمع. عند القمه انا بطرح مين؟ بطرح السفح ناقص مقدار الايه؟ الانخفاض. امال عند السفح بعمل ايه؟ بجيب درجه الحراره عند القمه زائد مقدار الايه؟ الانخفاض. مقدار مين؟ الانخفاض. اخر حاجه كمان في حاجه اسمها الارتفاع، ارتفاع بتاع درجه الحراره لو عايز اجيبه، الفرق في درجه الحراره، فرق بين درجات الحراره واقسمها على كام؟ على 6.5. الفرق في درجات الحراره واقسمها على كام؟ 6.5. نبص كده مع بعض على المسائل. جات لك مساله بيقول لك اذا كانت درجه الحراره عند قمه جبل الهيمالايا، طبعا احنا عارفين في الدراسات الهيمالايا ده من اقوى الجبال الموجوده في اسيا. عند قمة جبل الهيمالايا الذي يبلغ ارتفاعه 5400 متر، ركزوا في الحتة دي، متر متر، هي سالب 11 درجة مئوية، يبقى درجة الحرارة عند القمة بكام؟ سالب 11. درجة الحرارة عند القمة سالب 11، ما أنت عايز إيه؟ فما هي درجة الحرارة عند سفح الجبل؟ سفح الجبل، أول حاجة هجيبها مقدار مين؟ الانخفاض، لازم أجيب أنا مقدار الانخفاض. طب قبل ما يجيب مقدار الانخفاض، هو عايز مقدار الانخفاض بيجي لك الارتفاع في 6.5. انا عندي الارتفاع بس في حاجه متر، هو انا بتعامل بالمتر ولا بتعامل بالكيلومتر؟ بتعامل بالكبير اللي هو كيلومتر. هجيب ال 5400 واقسمها على 1000، اقسمها على الايه؟ على 1000، احنا عارفين من الصغير للكبير بنقسم. بعد ما اجيب الارتفاع هقدر بعد كده اجيب القانون ايه؟ بتاعنا عادي اللي هو بتاع الجمع. هو ارتفاع جبل الهيمالايا بالكيلومتر هيدينا 5400 على 1000، عملناها ليه يا اولاد هنا ال 1000؟ عشان بالمتر، انا عايزاها بالايه؟ بالكيلومتر، وما لو كانت في المساله بالكيلومتر خلاص ما تحولش تقعد زي ما هي. انا بقول لو كانت متر هنحولها نقسمها على ايه؟ نقسمها على 1000 عشان يطلع لنا الايه؟ الرقم بالكيلومتر. بقينا نقول بعد كده الارتفاع او مقدار الارتفاع، الدرجه بتاعت انخفاض في درجه الحراره اللي هي 5.4 هضربها في 6.5، هضربها في كام؟ في 6.5، ده القانون اللي احنا لسه اخدينه. هيطلع لي ناتج، الناتج ده لو معدل ايه او مقدار الايه؟ الارتفاع. درجه حراره سفح الجبل هجيبها ازاي؟ جمع، هجمع درجه قمه الجبل زائد مقدار الارتفاع. درجة قمة الجبل زائد مقدار الايه؟ الارتفاع. الناتج اللي معايا في المسألة اللي انا جايباه هو سالب 11، هجمعه على الناتج اللي طلعته في المسألة في الايه؟ في ضرب 6.5 يبقى 35.1 ايه؟ من 10. هطرحهم من بعض، الناتج اللي هيطلع اللي هو درجة الحرارة عند سفح الايه؟ الجبل، درجة الحرارة عند سفح الجبل. في مسائل تاني؟ في مسائل تاني شكلها مختلف خالص. إذا كانت درجة حرارة عند سطح الجبل، أدي سطح الجبل أهو. عند سطح الجبل 22 درجة سلزية، ودرجة الحرارة عند نقطة أعلى هي سالب 4 درجة مئوية، فما هي المسافة بين النقطتين؟ يعني مثلا عند نقطة هنا سالب 4، وعند سطح الجبل تحت هنا أو سطح الجبل في القمة من فوق هيديك 22، هو عايز الارتفاع ما بينهم هنا، يتجاب إزاي؟ في قانون إحنا أخدناه أهو، لما يقول مسافة بين النقطتين هطرح الفرق بين الدرجات وأقسمهم على كام؟ على 6.5. فالفرق بين الدرجات عندي كام؟ هطرح اللي عند السطح اللي هي 22 واطرح منيها سالب ايه؟ 4. هطرح ال 22 ناقص سالب ايه؟ 4 عشان يطلع معايا 6.5، يطلع 26 على 6.5 هيديك 4 كيلو ايه؟ كيلومتر، عشان اجيب المسافه ما بين النقطتين. في بعد كده يا اولاد مساله تاني بيقول لك اذا كانت درجه الحراره عند سفح جبل ارتفاعه 2 كيلومتر. ارتفاعه 2 كيلومتر يبقى كده تمام، مش هحول ان 2 كيلومتر. هي كام عند السفح؟ 13 درجه. عند السفح 13. عايز يعرف كام تكون عند قمه الجبل.
وعايز يعرف كمان إذا اصطدمت بقمة الجبل سحابة مشبهة ببخار الماء، هل يسقط مطر أم جليد ولماذا؟ طبعا الكلام ده أنا مش هعرفه غير لما أحل الأول عشان أعرف درجة الحرارة عند القمة. فأنا هجيب مقدار الانخفاض ده أول حاجة. الارتفاع 6.5 يعني 2 6.5 هيدينا كام؟ 13، هيدي 13 درجة مئوية. طب درجة حرارة القمة ها بطرح مين؟ السفح اللي هي 13 ناقص الناتج اللي طلعناه ب 13 يديك كام؟ صفر. طب ما صفر يبقى هيعمل ايه؟ هيسقط مطر ولا هيسقط جليد؟ صفر. يبقى درجة التجمد، درجة الايه؟ التجمد بتاعت الايه؟ المية، الدرس بتاع اللي فات بتاع الماء. هيتسقط الجليد لأن درجة الحرارة عند قمة الجبل هي صفر درجة ايه؟ مئوية، وهي درجة تجمد ماء الايه؟ المطر، درجة تجمد ماء المطر. هنشوف دلوقتي شوية أسئلة حلوين كده موجودين في بنك الايه؟ المعرفة. راجع بس على الدرس عشان هتأكد إن أنتوا ايه فهمتوه. بصوا مع بعض كده الأسئلة ونحلها مع بعض. بص يا أولاد، أول حاجة بيقول لك تحاط الكرة الأرضية بغلاف غازي، طبعا هو الغلاف الجوي، يمتد بارتفاع حوالي كام؟ ها؟ كام يا أولاد؟ أيوه برافو عليكم، 1000 كيلو متر فوق مستوى البحر، يعرف باسم إيه؟ لسه قايلة اسمه الغلاف الإيه؟ الجوي، الغلاف الجوي. نتأكد من الإجابة وعشان بس بياخد الجوي اللي هي الياء، عشان كده جاي معايا بالموضوع. يوجد كام في المية من كثافة الهواء الجوي بين سطح البحر وحتى ارتفاع 3؟ أخدناها المرة اللي فاتت، أخدنا لما يكون عند ارتفاع 3 كام؟ ولما يكون عند ارتفاع 16 كام؟ ها؟ مين فاكر؟ ها؟ أيوه بالظبط، 50% من كثافة الهواء عند ارتفاع 3 و 90% 90% هنلاقيه بكام؟ من كتلته حتى ارتفاع كام؟ 90% 16، 90% بيكون عند 16 و50% عند كام؟ عند 3. طب طبقه من طبقات الغلاف الجوي مشحونه تنعكس عليها موجات الراديو، لسه اخدينها النهارده، موجات الراديو، ها اسمها الايه؟ الايونوسفير، ايونوسفير. يزداد الضغط الجوي بزياده طول عمود الهواء، ها خدناها المره اللي فاتت. عمود الجو زياده الضغط الجو بيزداد بطول عمود الهواء، ها برافو عليكم، طبعا اجابه صحيحه. وبالتالي درجه الحراره عند الاستراتوبوز اعلى من درجه الحراره عند التروبوبوز. الاستراتوبوز اللي هي الفاصل ما بين الطبقه الثالثه والطبقه الثانيه والثالثه، اما التروبوبوز الطبقه الاولى والطبقه الايه الثانيه. درجه الحراره في الاستراتوبوز اعلى من درجه حراره التروبوبوز، طبعا اجابه ايه؟ خاطئه. تقل درجة الحرارة في التروبوسفير بمعدل 6.5 درجة لكل ارتفاع قدره 1 كيلو متر. ها فاكرين 6.5 عند ارتفاع 1 كيلو متر؟ ايوه تمام برافو عليكم، اجابة صحيحة. الضغط الجوي المعتاد بيعادل كام ملي بار؟ السؤال الشهير في اي امتحانات بيجي لك، كام؟ 1013.25 ايه من 100. ركز على السؤال ده مهم جدا. يقع ما بين مين الاستراتوسفير والميزوسفير؟ استراتوسفير ميزوسفير، كلمة استراتو يبقى ناخد على طول الاستراتو ايه؟ بوز، على طول استراتو بوز هو الحد الايه؟ الفاصل. تمتص مين الأشعة فوق بنفسجية؟ مين اللي موجودة فيها طبقة الأوزون؟ أنه طبق من الطبقات الأربعة اللي فيها طبقة الأوزون اللي بتمتص الأشعة فوق بنفسجية؟ ها برافو عليكم، طبقة الاستراتوسفير. ايه بقى أهمية حزامي فان آلين؟ ها أهميتهم ايه؟ بيعمل تشتيت، ايوه، الأشعة الكونية الضارة بعيدة عن ايه؟ عن سطح الأرض، وبيسبب ظاهرة الايه؟ الشفق القطبي. يبقى حزام فان آلين بيتواجدوا فين؟ في الستروموسفير، بيقومان بتشتيت الأشعة الكونية الضارة بعيدا عن سطح الايه؟ الأرض، مما يسبب حدوث ظاهرة الشفق الايه؟ القطبي. اكتب الرقم الدال على كل من، عايز يعرف الضغط الجوي عند نهاية الاستراتوسفير، لسه اخدينها النهارده، عند النهاية بكام؟ احنا اخدنا في التروبوسفير كانت 100 ملي بار، ها عند الثانية كانت كام؟ ها
برافو عليكم. 1 ملي ايه بار بما يعادل 1 من 1000 من قيمة الضغط الجوي الايه المحتمل، 1 ملي بار. اكيد تستخدم لقياس الضغط الجوي، ها البارومترات، البارومترات. عايز يستخرج كلمة تكون غير مناسبة عشان حاجة تكون مربوطة مع بعض. تروبوسفير الطبقة الأولى، ستراتوسفير الطبقة الثانية، الثرموسفير الطبقة الرابعة، ميزوبوز اللي جابك هنا المفروض الميزوسفير، فالميزوبوز دي حد الفاصل، يبقى هي دي فعلا اللي هي ايه الكلمة اللي غير مناسبة عشان كلهم طبقات غلاف جو. صوب بقى، تدور الأقمار الصناعية في طبقة الميزوسفير، طبعا ايه غلط، بتدور فين؟ ها في طبقة الايه الاكسوسفير، الاكسوسفير. ما الحرف الدال على؟ عايزين الطبقة العليا الأعلى في درجة الحرارة. مين من دول يا أولاد الطبقة الأعلى في درجة الحرارة؟ ألف ولا ب ولا دال ولا ه؟ ها طبعا الطبقة الايه الأخيرة اللي هي ايه ألف. والطبقة الأقل الطبقة الباردة اللي هي طبقة مين؟ ب اللي هي الميزوسفير، يبقى ألف الأعلى والب اللي هي ايه الميزوسفير. اسم الجهاز اللي قدامكم ده اسمه جهاز ايه اللي بيقيس بالضغط؟ اسمه الايه الانيرويد، وبيستخدم في معرفه طقس اليوم المحتمل بطريقه مباشره. يمثل انه شكل من الاشكال دي العلاقه بين الضغط الجوي والارتفاع. طبعا اخدي بالكم ضغط وارتفاع يعني علاقه ها طرديه؟ لا علاقه ايوه برافو عكسيه. طبعا علاقه عكسيه ما فيش غير ايه اللي هي الشكل الثاني بيكون في علاقه ايه عكسيه، والعلاقه عكسيه. بعد دلوقتي الواجب بتاعنا، الواجب بيقول لك جايب لكم مساله احسب ارتفاع جبل درجه حرارته عند سفحه 20 متر وعند قمته سالب 6 مئوي درجه مئويه. ها تسال سهل جدا، هو خطوه واحده بس. اذكر اهميه حزامي بن آنين لسه اخدنا. اختر الاجابه الصحيحه. تتكون الشهب في انه طبقه؟ الشهب. ها يتحرك الهواء بطريقه ايه افقيا وراسيا، هو هسهلها عليك، يا افقيا يا راسيا. في مين؟ في التروبوسفير. يحتوي الاستراتوسفير على معظم غاز مين؟ ثلث الكربون ولا هيدروجين ولا اوزون ولا الاكسجين؟ ها فكروا كده مع بعض في الاسئله ونشوفها ان شاء الله معاكم المره اللي جايه زي كل مره عشان نعرف الاسئله عباره عن ايه. بص كده نشوف لو فيه طلبه ده اي استفسار او سؤال. حد عايز امتحان المره الجايه؟ حاضر اعمل لك امتحان المره الجايه اسالكم اسئله. ماشي ما انا جبت لكم الاسئله اللي هي موجوده اللي موجوده كجوا بنك المعرفه وحليناها مع بعض. المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم امتحان صغير كده في البدايه وانتظر عليكم قد 10 دقائق تكونوا انتوا ايه جاوبتوا على الاسئله. تمام ربنا يوفقكم جميعا يا رب ان شاء الله، وشكرا ليكم وان شاء الله المره اللي جايه قبل ما هبدا في الدرس الجديد هنراجع مع بعض الدرس اللي فات ونشوف مع بعض مجموعه اسئله مع بعض. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.